وهذه رسالة لكل إنسان يظن أن نعم الله عز وجل عليه قليلة، تظن أن الله أنعم على صديقتها ولم ينعم عليها، يظن أن الله أعطى قريبه أو أعطى أخاه ولم يعطه. أيها الإنسان، يا من تسمعني الآن، يا من عندك قلبا نابضا، هذا القلب ينبض في كل يوم 115,000 نبضة. إذا عشت أو عشت 70 سنة سينبض هذا القلب 2,200,000,000 نبضة بالمجان بدون مال. انظر إلى كليتيك، تصفي الكلى الدم في كل يوم 36 مرة بدون آلات، بدون مال، بدون أوجاع، بدون ذهاب إلى مشفى. هذه العين التي عندي وعندك 140,000,000 خلية ملتصقة، يخرج منها 500,000 ليف عصبي بسماكة 0.4 مليمتر. هذه العين لها ضغط خاص لا يتأثر بالحرارة الخارجية. كل هذه النعم، ثم يشتكي الواحد فينا أنه قطر عليه رزقه. الإنسان المؤمن يعرف نعم الله ويقدر نعم الله ويشكر نعم الله ويتذكر قول الله دائما: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ويتذكر أن الله عز وجل يقول: وقليل من عبادي الشكور.